مين عصبي أكتر، جورجينا ولا وليد؟ لا انت بتبص لها ليه؟ انت تقول اللي عندك. ما انا بفكر. لا بدك تفكر ولا خايف؟ لا مش خايف. بتفكر ولا خايف؟ هيك وهيك انت وانا. الاثنين. ايه انت بالنسبه شوفي. ايه؟ انا لما بزعل ببقى عصبي كتير خمس دقايق وبعدين خلص ما فيش حاجه. فقعد بفكر فيها. وهي لما بتزعل وهي بتقعد شهر. بس هي لما بتزعل ممكن. لا لا استاذ. هي لما بتزعل. بيقعد شهر او ايه؟ هي لما بتزعل ممكن سنه ما تقوليش ازيك. لا 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 ايه الظلم ده؟ لا 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 مش مظبوط ما تحكي يعني كم يوم عادي.